على بعد أمتار من موقع حادث إسطنبول تجلس هيلينا تنتظر عشاءها. السائحة الأمريكية تقول إنها لا تشعر بالخوف. أنا شخصياً لا أستسلم للخوف، وهذه المحاولات لا تخيف. لا نستسلم للخوف لأن هذا ما يريدونه بالنتيجة، وهو أن يجعلوا الناس خائفين، وهم لن يقوموا باستهداف المكان نفسه خلال يومين. أما السياح العرب فحضروا لأجل رؤية المكان خصيصة، والذي تضخمت شهرته في اليومين الماضيين. لا، ما في أي خوف أبداً، بالعكس فيها أمن وأمان وكلش طبيعي وكله عادي، يعني ما شفت أي تغيير يعني. لذلك أنا جاي الحين نفس المنطقة، بزور المنطقة وتمشى عادي يعني طبيعي. السوريون في تركيا قالوا إنهم لم يحملوا وزر الانتحاري، ولم تتبدل نظرة الأتراك لهم ولا معاملتهم إياهم. لا الحمد لله، يعني ما حدا حكى معي، ما حدا قال لي، ما حدا قال لي كذا، يعني ما حدا قال لي أنت من وين أو من وين حضرتك أو كذا، يعني الحمد لله أمان. آخرون رووا لنا أنهم لم يعلموا بوجود حادث إلا اليوم. اليوم عرفت، ما كنا بجزيرة الإمارات وجينا على الأوتيل نمنا، واليوم اللي عرفنا جو طبيعي، جو طبيعي، أوضاع طبيعية، ما لاحظنا في شيء. تبدو إسطنبول كأن لم تمسها يد الإرهاب بالأمس. هذه المدينة العظيمة لم يكن لخدش بسيط أن يعيق حركة الحياة فيها. أيا كانت الجهة التي تقف وراء التفجير، إلا أنها أرادت التأثير على السياحة في تركيا، ومن ثم التأثير على اقتصاد البلاد. إلا أن التفجير سلط الأضواء على هذا المكان، ما جعله أكثر شهرة وجذبا للسياحة بحسب كل من قابلناهم في هذا المكان. ماهر الحمداني، تلت العربية، من مكان التفجير في سلطان أحمد، إسطنبول.